سهلة وسهلة. الحمد لله اللي عندنا حرية بالكلام بالصوت وبالصورة بكل المحطات الأمة العربية. ما فيكم تحكوا عن المشروبات الغازية إلا بهالحضرة. ورح فرجيكم الصورة. هشام بقربها ولو كانت صغيرة لزلوزته. كل اللي بيشربوا مشروبات غازية وبياكلوا هاللي عم تاكلوا هوت همبرجر هوت دوغ هوت تنجو، بتشربوا كل المشروبات الغازية، الحبيب والحقيقة بتقول نعم، خذوا كل هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي للعهد الجديد. يعني مي مش خمرة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. جسمك 70% مي مثل البحر والأرض. علم الأولاد حط حبقة ولا ماما هيدي بدنا نصقية. كل هول بتشوفون تشك 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 مثل ما بيعملوا بناتنا. شوفوا شو بصير بالحبقة، بتموت. وإذا بنسقيها مي مثل ما الماما والبابا وكلنا وتيتا وجدو بنشرب ما بتموت، بتكبر. مشان هيك رح أقول كلمتين بالإنجليزي لأن رح أبعث له إياها وهو شخصيا رح يشوفها. برنس تشارلز، you are not a king, you are not crowned with any throne, but we thank you for this place. And I met you, and you are still in my heart. The Mandala of Healing Cancer. هيدا مركز بلندن ويلي مستلمه سيف علي. قالوا له ما بتطلع من هون بعد 3 سنين، بنعطيك باسبور بتبرون العالم وفيك تروح تشوف أهلك بالأردن. وهو عراقي ولكن شافوا فيه سر كبير لهالصبي. هون بتشوف شو هو السرطان، شو لازم تاكل، وشو البيئة بتغذيك، شو التنفس، وكل هول اللي بتعملون، وشو العلوم اللي فيك تدرسون. وما في لزوم تروح لمطرح، كتاب واحد بتقراه لجورج أوشاوا أو ميتشو كوشي أو أوشو وجورجيف، هالموحدين حول العالم بهالمركز وبإيدين وقلب سيف علي. وهيك الأمير تشارلز كان بعد ما تجوز الليدي ديانا، وأنا رحت لعندها كان عندها وجع بركبتها وأخذني المعلم وأنا طالعة اللي أعطيتيها الكتاب خبرتكم. قلت له إيه؟ قال لي مريم الكتاب اللي أعطيتيها إياه قرآن. حسيت لو موت تغرق إجا الجوي. قلت له It's meant to be. أنت اخترتني بين هالتلاميذ تجيبني لعندها. قال لي إيه، تحط إيدك عليها وعندك اللطشة. كل إنسان عندنا نفس، نحن بالأمة العربية وعندنا لطشة ما عندنا كتاب طبخ عيب. Look and cook through the book. شوف شوف عندك أكل، هني بيعلموك. بس جيت قلت له لعبده، كنت قلت لك كان عبده اللي يقولوا لي عم بيقولوا لي هيدا القرآن، يقول لي لا، لأنه في سورة الكهف حوار، سكن قلبي هالحوار بين الخضر وسيدنا موسى. ويقولوا لي هذا القرآن، اسأل عبده، عبده عراقي بدي صدق الأمريكان والإنجليز والأجانب. يقول لي ما في شيء بالقرآن. شو قلتي؟ سورة كف 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 كف، لا ما في. صدق عبده. وعندي خي كان ما يحكيني إنه أنا معي شهادات قاعده أطبخ، بعت لي $1000 اشتريت الكتاب. ووقت اللي وصل لإيد الليدي ديانا يعني ما في كم أسبوع، إجا الكتب كله. وإجا الأمير تشارلز قال لي حدك فتحنا هيل كلينيك، حطي هالإسلام. إسلام الله، إسلام أهل الذكر، إسلام الموحدين. مشان هيك هالمركز أوليفر كلكم فيكم تروحوا تدرسوا From the Cancer Prevention Diet Book by ميتشو كوشي، بتشوفوا كيف السرطان بيروح. غذاؤكم دواءكم ودواءكم غذاؤكم، وكيف النوايا إنما الأعمال بالنيات. كيف عنا نفس نحن بالأكل ونكون صادقين يا أخوتي. بس قال له نفتش على إنسان صادق، هيا نفتش عليه بس صعب لقيه. إذا ما لقيته بتلاقي نفسك. وهلأ رح نقول ألف صحتين
احلى لقمه واحلى تغذيه ومن فيها تعزيه بلبنان عند الكوارة. نعم، وليد وميسون 03-42-92 اذا ماني غلطانه. وليد وميسون اثنيناتهم عندهم شهادات من الجامعه يعني، وشافوا انه حقيقه ما حدا منا كرم المعلم كمال جنبلاط، اكل اكل ما في نار، تعال نرجع للطبيعه. قالت له ايه، وين؟ وشقفت ارض صغيره عنده اياها اسمها كفر قطره، طلعوا شوفوا شو عم بيعمل بكفر قطره. رحنا لعنده من يومين، هيدي شوميني مدخنه والحطب من عنده، ما بيقصوا الشجر، هن اللي بتوقع الشجره. كنا قاعدين حدو، وهون مرته ميسون عم بتعلمنا كيف تحط ايدك على عينيك على حواجبك. الكتاب اسمه Your Body Never Lies، جسمك ما بيكذب. رح فرجيكم الاكل صوره صوره، اكيد كلنا حتى هشام اذا طلع فيها رح يقول له هيدا سليق، هشام سليق، قال لي ايه، وانا كمان احمر منه يعني. ايه لا مش سليق، نسيت الاسم، بيطلع بالبرية هون بلبنان. تتعجبوا، مش برز أبيض، برغول. نحن شعب البرغول، العزل الرز والبرغول شنق حاله، مدري شو اسمه، على اسم غريب علي نسيت. رح فرجيكم أعشاب كتير بيسلق هو ومرته، وبتشوفوا مش معقول هالصفرة اللي نحطيته. هيدا وليد وهي الصفرة، كانت أشكال كتيرة رح تشوفوها، يعني وبيت كتير صغير مطرح. هيدا البيت عطيه إياه على 6 سنين، لازم الجيران كلها تقدموا هالبيت، آخر شي هو بهالزاروبة. بس بتشوفوا هلا رح فسر لكم كل وحدة شو هي صفرة. وهي المبيد موجود، المبيد مين بيحب يشرب، وانا دقته مبيد، قال افضل مبيد اليوم بالخنشاره، الرهبان بيعملوا. قال له لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، بس لان ما بتعودوا تعرفوا صله التواصل مع صله الرحمن، بتكونوا بوعي. هلا رح تشوفوا هاللي شايفينه، كبة بالصينية. قال أحلى شيء أبونا بيحب الكبة بالصينية بالكنيسة، كبة بالصينية. هلأ هون ورق عنب، وهون هندبة، وهيدي أرنبيط، كلهم عندنا اياهم بيزرعهم هو من الزرع. هلا كمان هشام رح يقول ايه، هيدي شيش طوق هشام، هز براسه دغري وانا مثلك، مشوية على النار والنار هي حطب، بتشوي مثل ما بتشوي الكستنة وبتشوي. لا مش هيك، هيدي القاس. ونحن انا على ايامي ما كان في القاس، عم بحكيكم من 80 سنة ما كنا نعرف، بس لما صار في كهرباء بالضيعة وصاروا يروحوا شافوا ايه انه القاس من عيلة البطاطا مثل الكما، بينزرع بكل لبنان، واطيب القاس بيعملوه اخوتنا الموحدين الدروز، اسمه الموحدين اكثر، بيحكوا بالقاف، بيعملوا اطيب القاص. وقتا الا لامي طيب اعملي مثلها، تقول ما بعرف، بغطوها بالسمنه تجوا لعندي بتدقوها فدوه بتعملها. هلا
هيدي كلنا منعرفها. لقطين، أنواع كتير من اللقطين، بس هي كوسة، كوسة بيضة بتشبه البصل، بتشبه هيك كمان بتطلع عندهم. لبنان خمس فصول يا أخوتي، أمريكا عصغير، شو ما زرعت بيطلع. والبزر ما منجيبه من مونسنتو، لا، كان من زمان يقول مثلا جدي وجدك وهيك. هاي المقتاية ما بتدقروا، فهمتوا؟ وهاي الكوسية هودي للبدار. هلأ مونسنتو موجودة بكل الأمة العربية، كلنا بدنا نشتري بزر تنزرع، هو لا. وبالخنشارة أبو خليل، لا، من أرضك، مما يليك. هيدا الخبز، العجين بالإيد، في مرة بتعجن عندهم، القمح بينطحن بسرعة قدامك، ورح أقول فضيحة وسامحوني، قدامك بينطحن بمطحنة بعلي، بيطحن قمح، بيطحن شعير، وبيجيب كمان قمح من استراليا. بينما وقت اللي طلعت نسيت وين لروح شوف ام كريم وابو كريم، في حدن قالوا لي احلى طحين عند النجار، المريجات شي هيك. رحت لعند النجار، ريح الدخان بتفطس بهالمحل، وبيبيع بقوليات وقمح. طلعت لبرا، اجا هو بده يصورني صاحبي، قلت له لا ما بصورني، رحت صورتي انه مريم نوره، ما تصدقوا اي محل حاطت صورتي فيه. قال لي كبيتها للسيجارة، انه هيدا جوابهم، كبوا السيجارة، عم بيدخنوا بمحل بطعميك بقوليات وصحة وقمح ومدري شو، هيدي ما فيها صحة، هيدا ضرر هونيك، لا تروحوا لعند النجار ابدا، عم بيطعميكم انشارة، بينشركم. هشام هيدا حمص بطحينة، حمص بطحيني عندهم كتير طيب، ما رح قلكو. أنا دقت مرة هيك بأمريكا وكلهم قلت لهم حمص بطحيني. أي نوع من البقوليات، فاصوليا، حمص، فول، هيدي الحبة الكبيرة البيضة نسيت اسمها، بمنطقة بلبنان اسمها جباع حلوة، الجور كان عم يحكي، يلي من لبنان جباع حلاوة ما لازم يكون عندكم أمراض. 350 نوع بجباع الحلاوة في بقوليات، كلها بتنعمل مثل ما بنعمل الحمص بطحينة، بس نحنا منحط طحينة، هني بحطوا طراطور، بحطوا طراطور للفلافي، بحطوا طراطور لكل شيء اللي بيعملوا. سمسم كامل عنا ياه بلبنان، بتمنى سكرتوا الدنيا مطحنة بتعمل هيك، مؤامرة من وزارة الصحة، بطلب من وزارة الصحة يا جماعة، يعني ما حدا بيرد، ما وزير الصحة بيرد ولا وزارة الإعلام بترد على مريم، ما حدا. اتصلت بكل وسائل الإعلام العربية والمسلمة بالخاص وبالمنار، حدا منكم يستضيفني قدم برنامج صدقة بالإنجليزي، تقول للغرب نحن عرب، كنا نركب عربية بس نحن مش إرهابيين، عربيين بس مش إرهابيين. ممنوع بأمر من أوباما، لازم يعرفوا شو بدي أقول، بتحدى تلفزيون الحرة إذا بيستقبلني، بأمر من أوباما، كانت واحدة منا خطرة كتير، بس هلا عم بصيروا جميعا. نحن بثلاثة مليار مسلم ما بنطلع خمسة، عنا هالتوحيد وعنا هالكرامات ومنقول الله أكبر ومنكفي الطريق، ما بنحكي بالإشارات أبدا، سحر وشعوذة هالمنجمين والمبرجين. ولا المطاعم، كل المطاعم مضروبة بأمر من الشيطان، ما بروح أقول إسرائيل وزيونست، هو إلا عبادك الصالحين،
99% من الأطباء، 99% من كل اللي عم تشوفوهم بأمة العرب يلي عم يحكوا بالصحة وبالشعوزة، ما تفعلن، ما تصدق حدا، استفتي قلبك ولو أفتوك. روح هالكتب المحطوطة على كل المواقع صدقة. هلأ في موقع مثل الفيسبوك، أنا ما بفهم فيهن أبدا، بس بدل ما تحطوا مريم نور على الفيسبوك حطوا اسمه spiritual intention، شي هيك فيسبوك، بيحطوا بس الروحانيات. شو بتحب تحكي عن الصوفية، عن الإسلام، عن محمد، علي، بدون أي لقب. وعلم آدم الأسماء، روح كتاب معين الدين الشستي، قال شرحت كل آية في القرآن الكريم 18 ألف شرح، وما في شرح مثل التاني، ولا زلت على الشاطئ. ومرة كانوا بدهم يستفزوا علي، قالوا أنا رح سأله التاني، التالت، الرابع، 12-13 إنسان سألوا نفس السؤال للإمام علي وما في جواب مثل التاني. قال له سألتوني 1000 سؤال وسؤال، ما في جواب مثل التاني. هو شو ما سميته، رب البلاغة، شو ما قلته قليل، مشان هيك برا منقول علي علي، محمد محمد، ما بيعرف يلبس الحي بس عم بيتعلم، والعين عم بيتعلم، ما بيقولوا هاد الصغار والكبار. مرة فت على بيت يهود حسدك، لقيت حاطين صورة حسن نصر الله وأوضة الأولاد. قلت لها كارلا يعني ليش حبسوا؟ قالت لي بيحبوا. قلت لها وأنت كمان وجوزك وكل هول شايفتين معنا الليلة. قلت لهم بدي أسألكم ليه بتحبوا؟ قالوا لي لأنه صادق ما كذب. قلت لها كيف؟ قالت لي ب 2006 صار في حرب عنا. قال إجا قال لو عرفت هالقد بده يكون في ألم ما كنت عملت هالحرب. قالت لي اللي بيعترف بغلطه نادرا، أو لأولياء أنبياء علماء ورثة الأنبياء. قلت لها أنت شو عم تعمل؟ عم بتلموا 40 مليون دولار؟ قالت لي في يهود خلقوا بلبنان، هون عنا بالسبتيين بدهم يرجعوا يعيشوا مع العرب ومع المسلمين بوادي أبو جميل، عندهم بعد عشق يعيشوا هونيك. ولما نطلعوا واحد من اليمن على CNN إن أنت يهودي وهلأ بأمريكا، قال لهم لا كنت يهودي باليمن، وبكي. ولما نحكي اللي عم بيستضيفوا بكي، قال له ليش؟ قال له باليمن منعيد معهم، بعيدوا معنا، بابنا مفتوح، تفضلوا فوتوا، ما في فرق. هونيك كنت يهودي، هون ماني يهودي، هون أمريكاني، وأنا ما بدي كون أمريكاني. كتار بيحبوا يرجعوا على سوريا وعلى لبنان، يا ما في عراقيين شفتهم ومكرمين ماديا، قال لي بحب أرجع موت بالعراق، وين بحب أرجع على لبنان، وين بحب أرجع على سوريا. جبران لو بقي هون قتلني، موسى الصدر غيبني، ما بهم وفقنا يكون في إنسان مسيح، أنا شفته مسيح وكتار غيره، بس هو حي ونحن الأموات. شوفوا هاي، كلنا عنا ملفوف، خلقت من الملفوفة أنا. قال له بخبرها للتيتا أو بخليها حمارة؟ قال له خليها حمارة، ما ضروري تفهم. هاي الملفوف، ولكن بس ملح بحر، زيت زيتون على البارد، نوع حامض. أنا ما فيني أكل حامض، يمكن لساني الوحيد بهالأمة العربية أحمر من لساني، ما في، ما بقى فيني ذوق أشياء يلي هيك بتأذيني. الحامض ما فيني أخذ، فيني أخذ دبس رمان، الأشياء اللي محطط لها ملح، أبدأ بالملح واختم بالملح. هلأ نحن هون على هالصفرة أكلنا شوربة، كلنا قلنا هاي شوربة، نعم حطينا نتفة شوربة، هاي شوربة، هاي شوربة، هاي شوربة، هي شوربة الشكل، ولكن الطعمة بتشوفوا فيها بقوليات وبتشوفوا فيها طعمة حمية غريبة نحن ما دقناها هاي بحياتنا. فسرتها ميسون، يا الله، يعني كلنا فينا نخترع، ما بدنا كتاب طبخ، ما بدنا،
ما بدنا طباخين. Look and cook through the book. كان يقولوا لي برا بأمريكا، مريم شو الكتاب اللي بتطبخي منه؟ أكل كتير طيب. قلت له ما عندي كتاب. افتح شوفي بالثلاجة، شوفي أكل باقي من امبارح، وشوفي عندك خضرة، طبخ الموسم اللي أنت فيه بس. والأم عنا من لبنان لسوريا بلاد الشام واليمن، إذا اشتدت عليكم المحن ما عندنا كتاب طبخ. مرة بحلب عزمني محافظ حلب ومرته سعاد أسعد، ورحنا على مطعم بحلب، مي هيك بترش عليك رز رزات، ما بقدر قلكن الأشكال، بيض ما في، لبن ولبن ما في، جبن ما في، كله نباتي. قلت له طيب كيف كيف عملتن هون؟ قال لي كله موجود بحلب. نحن الأرمن هون، قال لي، والأتراك والعرب وأمنا الحنونة فرنسا، تعلمنا منهم كلهم، وعندنا أكل كتير يلي هو نباتي. بالبرغل كله وبالقمح، ما في رز أبيض، ما في شيء مقشور. نزع القشور خطوا إلى القبور. وهلأ هيدي حلويات، إذا بدك دبس في حدك دبس، إذا التمر ما كفي حط دبس خروب. عنا دبس عنب وعنا تمر، خلاص البلد اللي فيها تمر. عاشوا على النوى من تم لتم لتم لتم، ما حدا جاع وما حدا مات. هلأ النوى بس تفتحوا تمرة، احنا كلنا بدوما ما كنا نعرف اسلام مسيحي، وكان عنا ام علي وابو علي، منو المسلمين هيك سموها ام علي وضلت ام علي، ابنها هلا رئيس بلدية. كان في افة، الاولاد يحطوا بجيبتنا تمر او تين يابس. التمر يجي من منطقة اسمها عمشيت، هيدي بلدك. ناخد امي تفتحها تشيل البذرة وتشيل هاي الورقة الناعمة الشفافية اللي فيها، مين مريض بالضيعة حطوها بشاشة، كلهم ياخدوها عند أم إيليا لأنه إيليا مريض. كانوا ما يعرفوها بالعلم الشفاء، يعرفوه بالتسلسل من سلالة لسلالة. هيك أمي قالت لي، وهيك أنا أمي قالت لي، وهيك أنا أمي قالت لي. بس هلأ إجا العلم كبسة زر العالم كله والعوالم كلها على هاللابتوب هالشاشة. هلأ بلبنان انتبهوا، كلهم بيحكوا بالكينوا، هيدي حبة بتجي شرق وغرب موجودة بالبرازيل وهيك وين ما كان، وفي حبة تانية بتجي من روسيا. بس نحنا شعب قمح وشعير. المريض كنا نجيب كيس كيسين شعير للضيعة دوما، يروح على الجحش ويجيب شعير بس للمريض، لأنه الشعير أقوى من القمح، ونحن شعب قمح. لازم يكون خبزنا، والخميرة خميرة الغطاس، خميرة طبيعية. هلأ الخبز كله مضروب بلبنان، انتبهوا انتوا عملوا خميرتكم. هيدي اللي معودين عليه نحن، سليق سليق سلقنا محشي، سليق محشي. في ثلاث أنواع أكلناهم، هيدا بس عرفنا سليق، وهوديك ورق بيشبهوا السلق. هلأ كلنا بتروح على طريق المطار ما بعرف وين، سألوا منين اشترى فرن، فيكن تجيبوا فرن أو على الغاز، مش فرن بيقولوا له صاج، صاج على الغاز، وفيكن تنور مثل أيام زمان موجود، وفيكن تلاقوا طرق كتيرة يمكن على الكهرباء. بس انتبهوا قد ما فيكن تبعدوا عن المازوت، وهيدي بخضرة ما فيني قلكن شو طيبة. هلأ ميسون عم تحكي هون يلي بده يحط حامض، بس هي العشبة اللي سلقتها فيها حامضة. نحنا كلنا عنا حميضة، مشان بتعرف بالحميضة؟ كلنا. ما بتسأل لبناني ما بيعرف بالحميضة. ولما رحت على السعودية لقيت في ورق تحت كل نخلة ولا شجرة
دوقها هيك. يقولوا لي ما تاكل منها حمار، ورقه مثل الخبيزه. فرمتها حطيتها بالسلطه، حطيتها بالطبخ، كلهم اكلوا منها. قلت لهم حطيت منها، نحن بلبنان بناكل منها، بس نحن الحمايضه عندنا الى زهره صفراء وما شفت غيرها. جيت لهون قالوا لي لا، عندنا انواع كثير من خوخ الدب بلبنان وبسوريا، ومن الحمايضه بلبنان وبسوريا. بالارز اذا بتطلع على الارز في حمايضه تحت الثلج. هاي الحمايضه هي الحامض، نحن ما كان عندنا حامض. وهون ميسون قالت لنا بدكم تحطوا حامض لحو، ولكن الحامض هو يلي بالارض اقوى من حامض الشجر. حامض الشجر لاهل المدينه طقس شو هو بيعطيك. هلا وين ما زرعته عم تطلع لانها جي ام او. كنت رايحه على اللاذقيه، نسيت البلد اللي مرقت فيها، على الطريق فيها زيتون وفيها شجر ليمون وحامض وبرتقان وهيك. سالته لخيي كيف بيطلع هيدا عندكم هون؟ قال لي ايه جبنا البذر وزرعناهم. وهيدي الصوره بنختم فيها. شوف هكذا هي نقاشاتنا الان. هو شايفها سته وهيدا شايفها تسعه، واثنيناتن ما في حل. وين الحل عند العرب؟ قال له لقى بالحل مات.